نروح لخبر حزين جدا وغير لطيف سارة. طبعا هو كان ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي وهو خبر مأساة عائلة طياح اللبنانية اللي توفيت أمهم في انفجار بيروت ولحق بهم أبوهم للأسف في حادث مروحية في إيطاليا السبت اللي فات. ونشرت الابنة تمارا على الانستغرام صورة لها وهي تحتضن أبوها وكتبت تحت الصورة: بابا أحبك كثير، أنا إيش سويت عشان أستحق هذا؟ طبعا أحبك كثير، وشارك الكثير من الناس ألمها وأعادوا مشاركة صورته. وطبعا نشر ماكرون تعزية لتمارا في وفاة أبوها على صفحته في الفيسبوك، وذكر فيها أنه في 2020 لما زار لبنان الرئيس الفرنسي واستمع لشهادات كثير، كان في شهادة واحدة أثرت فيه أكثر وهي شهادة تمارا اللي فقدت أمها ذلك الوقت، والآن هو بيشاركها ألمها ويقول لها إن قلبه معها وإحنا كلنا قلبنا مع تمارا، والله يرحم والدها، ونتمنى الرحمة والصبر لك يا تمارا وترجعي أقوى، ويكون هذا يعني يكون أبوك فخور فيك يعني في الآخرة وأنت في الدنيا إن شاء الله تقدمين ما يسر إن شاء الله. وخبرنا